فيلم العملاق بطولة وتمثيل مريم فخر الدين، فريد شوقي، عماد حمدي، محمود المليجي، سميحة أيوب، صلاح نظمي، شفيق نور الدين، خيرية أحمد، سعيد خليل، محسن حسنين، محمد رضا، محمد أبازة، حسين عصر، عبد الحفيظ التطاوي، أحمد لوكسر، عبد المنعم إسماعيل، جورج يوردانيس، إدمون تويمة، عبد المنعم سعودي، إكرام عزو، عزيز ناصر، محمد صبيح، حسين رياض، حسين إسماعيل، عزت عبد الجواد. كان قصة كمال ذو الفقار، وسيناريو عبد الحي أديب، وسيناريو وإخراج محمود.